جميل، من قليل قرأت خبر وتابعنا امبارح يعني اجتماع هام للحكومة المصرية بكامل هيئتها في العاصمة الإدارية الجديدة ومقر مجلس الوزراء هناك، وده بمثابة نقلة نوعية كبيرة، حتى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وصف بأن هذا الاجتماع للتاريخ 174 في 23 ديسمبر 2021. كيف تابعت هذا الاجتماع الهام وما دار فيه؟ بالتأكيد هو يوم تاريخي وحلم يعني حلمنا به على مدار الخمس سنوات الماضية منذ الإعلان عن بدء إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتحقق أول اجتماع بالفعل ليؤكد أن المصريين قادرون على يعني تحقيق المستحيل وتحدي التحدي إذا جاز التعبير، لأن ما تم إنجازه في خمس سنوات فقط في العاصمة الإدارية الجديدة من الصعب أن ينجز في 20 عام، وهذا ما أكد عليه حتى رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالأمس. أيضا من رؤية أخرى الدولة المصرية تحتاج إلى هذه العاصمة بشكل كبير جدا، نحن نتحدث عن عدة أسباب أو عدة نتائج إيجابية لنقل الجهاز الإداري الحكومي للعاصمة الإدارية. الشق الأول متعلق بالرقمنة ودخول الدولة المصرية في عصر الرقمنة والشمول المالي وتقديم الخدمات إلكترونيا، ويعني التخلي بقى عن فكرة البيروقراطية والدورات المستندية والأمور الورقية التي عانى منها المواطن المصري على مدار عقود وكانت تعطل الكثير من المصالح. الأمر الآخر أيضا ما يتعلق ب يعني التكدس السكاني في القاهرة أو في العاصمة، يعني بفضل وجود هذه المصالح الحكومية وبالتالي خروج مئات الالاف من الموظفين الى مقرات جديده خارج هذا الحيز العمراني الضيق، بالتاكيد سوف يحدث انفراجه كبيره جدا في الازدحام، وعشان كده وجدنا الان حتى مشروعات جديده يتم انشائها في القاهره او في ميدان التحرير على سبيل المثال، زي ما بنجد ان مجمع التحرير سوف يتم تطويره يعني بالضبط، وبالتالي هناك يعني مجالات سوف تفتح وافاق سوف تفتح حتى في القاهره وفي ميادين القاهرة وفي هذه المدخرات القديمة والتراث المصري القديم، وبالتالي هناك الكثير من المكاسب فيما يتعلق بنقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأعتقد أن هذه المرحلة الانتقالية التي تمتد إلى 6 أشهر هي فترة مهمة للغاية يعني اكتشاف أي من التحديات، لأننا نتكلم على منظومة إلكترونية حديثة، الموظفين تم تدريبهم بالفعل، هناك كوادر تم تأهيلها للتعامل مع الأنظمة الجديدة فيما يتعلق بتقديم الخدمة للمواطن، ولكن كما تفضل السيد رئيس الوزراء بالأمس هناك حاجة ماسة لتجربة كل هذه التقنيات الحديثة، خاصة وإنها يعني تجربة جديدة المدن الذكية أستاذ جمال، يعني على مصر يعني تنفذها تجربة جديدة. أكيد نحن نتحدث عن يعني مدينة من مدن الجيل الرابع.